المحافظة اتصلت، كانت عايزة عربيات اتوبيسات تودي الناس اللي هم كانوا عالقين في الخارج، كانوا جايين من ابو ظبي، وكانوا خلصوا مدة الحجر بتاعتهم، كانت هنا في مدينة بني سويف الجامعية، وعايزين يسافروا مصر. والناس ركبت الحمد لله، واتحركت على بالظبط حوالي الساعة 2:30 او 2:30 و5، اتحركت من بني سويف، وصلت القاهرة حوالي الساعة 5:30. أثناء وأنا ماشي، في واحد فرد أمن في الحج اتصل عليا وقال لي أنت ده واحد نسي شنطته، وبيقول فيها 1,000,000 جنيه، وفيها شقة عمره، وشقة عمره 15 سنة وبتاع مش عارف ايه. قلت له، كنت أنا ماشي في الطريق، قلت له يا أحمد إن شاء الله لو هي موجودة في العربية مش هتروح، لأن محدش ركب العربية أصلا من ساعة الناس ما نزلوا، محدش ركب العربية. قلت له ما تشغلش بالك إن شاء الله، أنا أول لو معف هنزل هدور لك عليها. رجعت ورا في العربية، فضلت أدور عليها مرة واثنين وثلاثة، كنت بدور عليها تحت في تحت رجلي، أنا قلت أكيد حاططها تحت رجلي، ما لقيتش. حظه بقى ببص فوق الرف لقيتها، لقيت فعلا الشنطة فوق الرف، رحت واخدها وحطيتها جنبي، ورحت رنن عليه على الراجل ده في التليفون، ورنيت عليه وقلت له يا باشا العربية شنطتك معايا لو محتاجها ان شاء الله ما تخافش، والله هتفضل باللي فيها ما تخافش. قال لي ده انا هركب وهاجي لك بكره ان شاء الله الصبح هكون عندك. قلت له طب انا اقول لك على حاجه، ما تركبش ولا تيجي، هم كانوا المفروض ان انا هسافر تاني يوم، برضه هاخد ناس واوصلهم برضه القاهرة، ونتقابل في القاهرة بحيث ان انا اقرب عليه المسافة يعني. قال لي خلاص انا هقتلي بكرة الصبح. قلت له رن الصبح علي، جبت له الشنطة. اول ما شاف الشنطة كأنه روحه رجعت له، زي ما يكون واحد روحه كانت طالعة منه، والحمد لله ربنا سائلها ورجعت له تاني. الواحد لما بيشوف كده نماذج زي عم محمد، يعني تبقى في مقارنة كده في دماغه، يقول يعني في عز الأزمة اللي مصر يعني بتمر بيها في الوقت ده، وإن المصريين ممكن يكونوا في ظروف صعبة، إلا إن في أشخاص وطنيين دمهم حر والجدعنة فيهم ما بيمدوش إيديهم لمال مش بتاعهم، بل بالعكس بنلاقي الأمانة والنماذج الإيجابية. ده النموذج الأول اللي هو إحنا بنشيله فوق راسنا، بنقول له شكراً يا عم محمد وربنا يكتر من أمثالك. النموذج الثاني اللي إحنا بنستغرب برضه وبنحط علامة استفهام كبيرة، إن هو بيقبض بالدولارات، ومبدأ اللي هو زي ما إحنا بنقول كده أبجني تجدني، إن أنا بيع بلدي في أي بلد ما ضد بلدي، وفي نفس الوقت أبيع ضميري، أبيع ضميري بقى وأبيع أخواتي المصريين وأبيع بلدي وأبيع كل اللي فيها عشان شوية دولارات. ده للأسف مصري، بس الحمد لله إن هو مش يعني بعيد عننا، وده للأسف برضو يعني إحنا بنشوفه في بعض المصريين اللي بتأيد الناس اللي هناك، وبنشوف النموذج المحترم اللي زي عم محمد اللي إحنا بنشكره دايما وبنقول يا رب يكتر من أمثالك، اللي في عز الاحتياج وفي عز الابتلاء عمره ما يمد ايده لحاجه مش بتاعته يصونها لاخوه المصري. في كده وفي كده، الاختيار، ما هي ثقافه الاختيار بقت عندنا.